إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. واذكر يا محمد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون وجوده بكلمة من الله يقول له كن فيكون. جعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته. ولا شك أن منادات مريم باسمها تشريف لها، ولم يسمى في القرآن سوى مريم من النساء. اسمه المسيح عيسى بن مريم، والمسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق، وأصله في التوراة مشيحا ومعناه المبارك. قيل أن عيسى بن مريم لقب بالمسيح لأنه كان يمسح بيده على العليل والأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله. وقيل بل لقب بالمسيح لأنه يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان واحد. وقيل أيضا لقب بالمسيح لأن على وجهه مسحة من جمال وحسن. وقيل غيره الكثير. واسمه عيسى، ومعنى عيسى في اللغة البياض والصفاء والنقاء، فكانت العرب تقول ناقة عيساء أي ناقة بيضاء. ولأنه ولد بمعجزة من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه، وذاك من اصطفاء مريم على نساء العالمين. وفي ذلك رد على اليهود الذين اتهموا مريم بتهمة قبيحة. له الجاه والوجاهة والشرف والمنزلة العظيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع، وملأ ذكره ما بين المشرق والمغرب. له آثار عظيمة في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامة التوراة بعد أن اختلفوا فيها، وفي الآخرة وجيها عند الله وشفيعا من الشفعاء. ولاحظ أخي الكريم، من شهد له بالوجاهة في الدنيا والآخرة هو الله، وكفى بالله شهيدا. فوجاهة عيسى في الدنيا والآخرة وجاهة حقيقية وليست مزيفة، فله مكانة عظيمة في القلوب وأثر بالغ في النفوس. وكثير من أصحاب المناصب في الدنيا وجهاء، فإن زالت مناصبهم زالت وجاهتهم. ومن المقربين عند الله يوم القيامة، وهي منتهى ما تتطلع إليه النفوس وتهفو إليه القلوب. جزاكم الله خيرا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المسيح.